حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أفاد مصدر مطلع بأن وزارة المالية نأت بنفسها عن مسؤولية تأخر مواعيد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية. وقال المصدر أن تأخير إطلاق رواتب الموظفين لغاية الآن سببه عطلة عيد الأضحى الطويلة والتي استمرت لعشرة أيام، مضيفا أن هذه العطلة أثرت على وصول التمويل المالي للوزارة والمؤسسات الحكومية. قال باحثون في الشأن العراقي أن أغلب الشركات الاستثمارية في العراق هي شركات تابعة لأحزاب السلطة، وإن المحاصصة بددت الثروات العراقية من خلال الطبيعية الريعية للدولة التي أدت تركيبة النظام إلى تبديدها خلال السنوات الماضية. وبيّنوا أن الأحزاب تصر على الدخول في الحكومة بغية الاستفادة من موارد الدولة، مضيفين أن المعلومات تشير إلى أن الأحزاب لديها لجان اقتصادية وهي تحصل من خلال وزرائها في الحكومة على الفرص الاستثمارية، لأن أغلب عقود الاستثمار خاضعة إلى لوبيات الأحزاب الحاكمة التي باتت تسيطر على كشف المناقصات وبيعها من خلال سماسرة معتمدين ومعروفين من قبلهم في الحكومة. أكدت السلطات الأمنية استمرار محاولات تهريب المشتقات النفطية في محافظة بغداد والتأميم. وقالت مصادر حكومية إنه تم اعتقال 4 أشخاص متورطين بتهريب المشتقات النفطية في كركوك، بينما تم اعتقال شخص آخر في العاصمة بغداد. يشار إلى أن تقارير عديدة وثقت استمرار تهريب المشتقات النفطية إلى خارج العراق بإشراف جهات حكومية وأخرى ميليشياوية متنفذة. تحدث تقرير لأحد المعاهد البريطانية عن انخفاض إنتاج العراق النفطي خلال العام الحالي بما يقارب 4%. وأفاد تقرير لمعهد AI البريطاني الدولي بأن إنتاج العراق النفطي انخفض هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة. ووفقا لإحصاءات المعهد الدولي، فقد كانت إيران 7 أكبر منتج للنفط الخام والمكثفات في العالم خلال العام الماضي، وكان 4.8% من إجمالي النفط الخام والمكثفات المنتجة في العالم مرتبطا بإيران، ما جعلها تحقق رقما قياسيا في إنتاج النفط بين كبار منتجي النفط حول العالم. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.